بكم بالسيد ياسين الصقور أبو أحمد، خبير الأفاعي في منطقة الأردن والشرق الأوسط، وحديث جديد عن نوع آخر من الأفاعي الموجودة. طبعا يا أخوان، أفعى السلام هاي الرأس الأسود، شايفين هاي أفعى السلام الرأس الأسود، اسمها من أسماء تحمل اسم من أسماء الله الحسنى. هاي بتعيش بالمنازل ومظلومة جدا ومظلومة جدا، لكن بفضل الله تعالى ووعي المواطن الأردني أصبح يدركوا هذا العمل وبطل يقتلوها. هاي بتعيش قريبة من المنازل، ليش؟ في بكتيريا بتكون بالمنازل إحنا ما بنشوفها بعيوننا، بس هاي بتشوفها وتحس فيها، تجي لتحمينا. صديقة للبيئة، صديقة للبيئة، صديقة للإنسان. برضو أفعى هاي من نوع اسمها، هاي أنثى. نعم. أنثى أفعى أبو سيور. أبو إيش؟ أنثى أفعى أبو سيور. نعم، أبو سيور. هاي تحمل أنياب خلفية صغيرة. نعم. غدد تخدير للفريسة، يعني مش سم. نعم. هاي أنثى أفعى أبو سيور. الذكر بيكون أجمل منها، له خطوط، نقلم بخطوط يا أخوان. طبعاً بالأفاعي الذكر أجمل من الأنثى، عكس نحن البشر، إحنا الإناث أجمل منا. طبعا هاي مشان أخواتنا ما يعرضوا علينا. الأفعى هاي أنثى، لو الذكر عندي بفرجيكم إياه، أما إن شاء الله غير أجيبه وتشوفوا جميعا. برضو أفعى البقلوية غير سم نهائيا، هاي ما تحمل أي غدد سم. أفعى النقد البقلوية غير سامة، بميزها عن أفعى فلسطين بالرسمة اللي غير متواصلة، راح أفرجيكم أفعى فلسطين وأفعى الأرقم الجبلي اللي هو من نفس الفصيلة. تابعونا يا أخوان، من أخطر الأفاعي المتواجدة في بلاد الشام بالدرجة الأولى اللي هي أفعى فلسطين، أخطر نوع تصنف هنا بالشرق الأوسط أفعى فلسطين. كيف أميز أفعى فلسطين عن باقي الأفاعي؟ عليه W، هاي حرف W من انجليزي. الآن يا أخوان تحمل أنياب، هاي أنيابها، هاي أنياب، شايفين هاي أنياب؟ الثاني مكسور شكله، الثاني مكسور، لأن عسل، هاي أنيابها. طبعا الأفعى بتبدل أسع، ما في لها أنياب، بس الضخسم ولا ما الضخسم؟ لا، وطاح صيح فيها. من عائلة أفعى البقلوية النوعين هذول، هاي أفعى النقد البقلوية، هاي الرسمة غير متواصلة مع بعض. أفعى الأرقم، أفعى الأرقم البيتي برضو، هذا شوف كيف النقطة الرسمة بتكون شكل معين. طبعا الاثنين غير سمات، الاثنين غير سمات، صديقات للبيئة، بل صديقات للإنسان قبل البيئة، صديقات للإنسان قبل البيئة. أبو أحمد، وين متواجدوا هذول الأفاعي هاي؟ أسا أفعى البقلوية والأرقم بمعظم مناطق المملكة، حتى نعم. بالعاصمة الحبيبة عمان متواجدة، نعم، قلب العاصمة متواجدة، نعم، بس للأسف يتعرضوا للقتل الجائر، نعم. من ضمن برضو الأفاعي ذو سمية ضعيفة. يعني شو سمية ضعيفة أبو أحمد؟ وضح للمشاهدين الكرام. يعني سمية ضعيفة تحمل أنياب خلفية، يعني لما تعض الإنسان الناب ما بصل لجسمي، الناب ما بصل لجسم الفريسة. طبعا يا أخوان الحنيش، الحنيش أو سمرة اللونه أسود على لوننا، ورغم سواده، رغم سواده إلا أنه قلبه أبيض، قلبه أبيض. أجمل صديق للإنسان قبل الطبيعة اللي هو الحنيش الأسود. يا أخوان الحنيش الأسود برضو وجبته المفضلة، الأفاعي السامة، القوارض، الفئران. كان جدي وجدك بقول بلف عليك وبقطع قطعتين، يلا لف علي وقطعني، ها يلا أبدأ شد معه، ها يلا. هاي شديت يا اخوان معه، لا قطعني ولا شيء، حتى مش هاي، لا ها يلا. شايفين انا ما بدي افرد عضلات وخلوا يعضني، انا بدي اوصل فكره للاجيال الصاعده بالرحمه بهذا الكائن الضعيف اللي ما بيسمع شكواه رب العالمين. اجمل صديق للانسان الحنيش اسمه افعى النرد. طلعوا لونها كيف، هاي لونها. طبعا افعى النرد يا اخوان هاي بتعيش معظم وقتها بالمياه، بالبرك الزراعية، وين في أماكن رطبة في مي بتعيش فيها. وجبتها المفضلة يا أخوان هاي الأسماك المريضة، الأسماك طبعا
الضفادع اللي بتكون عندها مرض تقول كيف ترسم؟ كيف ترسم؟ هاي أفعى النرد سلاحها الوحيد اللي في إصدار رائحة كريهة، إصدار رائحة كريهة للإنسان مشان يبعد عنها، غير سام نهائية، غير سام. حتى الأفعى الوحيدة بعد الدساس اللي ما بتعض نهائيا، لا يمكن تعض نهائيا. أفعى النرد هاي شكلها من هون زي حجر النرد، وهي شكلها هاي أكثر شيء بتعيش في البركة الزراعية. أتمنى برضو المحافظة عليها من القتل الجاري. صديقة للإنسان، صديقة للإنسان طبعا. أفعى الخضيري أو الأفعى الحمراء أو أفعى الفئران، ثلاث مسميات إلها. سلاحها الوحيد النفخ بالصوت. طبعا هاي تحمل أنياب خلفية، تحمل أنياب خلفية وغدة تخدير للفريسة وليس للإنسان. يعني كثير ناس بتشوفها تقتلها بتقول سامة، حتى لو عضت الإنسان يا أخوان هاي ما بتأثر، ممكن يسبب حرارة أو بكتيريا فقط لا غير. أنا ما بنصح أي شخص يمسك أي أفعى نهائيا، لكن تمتع فيها وسيبها من القتل الجائر. هاي وجبتها المفضلة للأفاعي السامة والفئران. يعني هاي صديقة للبيئة أبو أحمد، صديقة للبيئة. يعني لو نعرف قيمتها للبيئة وزارة الصحة ما بترش مبيدات حشرية الأفعى هاي. بدنا نغير الفكرة يا أخوان، بدنا نغير فكرة الأباء والأجداد إنه الأفعى عدو للإنسان. الأفعى أجمل صديق للفلاح. هاي الأفعى اسمها أفعى الحراش في المنشرية. هاي معروفة والناس دائما يسألوا عنها. طبعاً عيد اسمها أبو أحمد بالمشان الناس. حراشف المنشرية أقصى طول إلها 85 سنتي فقط. نعم. ما تتعدى المتر نهائياً. خطيرة جداً. طبعاً لما تكون فرخ بتكون أخطر من الأفعى الكبيرة. ليش؟ يا عيني عليك. الآن يا أخوان الفرخ من عمر يوم ولغاية سنة ما يتحكم بكمية السم اللي بضخها أثناء اللدغ. نعم. يعني أكثر حالات اللي توفوا حسب الدراسة من الأفاعي الصغيرة. الأفعى الكبيرة سمها عزيز عليها، ما بتضخ كمية سم كفاية. الآن سمها بعمل على تميع الدم عكس أفعى فلسطين، برضه قاتلة بتعيش معظم مناطق المملكة، يعني بالشمال وبالجنوب وبلاد الشام بشكل عام. الأفعى هاي مغيرة أنيابها، مغيرة أنيابها، خطيرة جدا. الأفعى فلسطين نشاطها ليلي. كيف أميز حركة الأفعى السامة من الأفعى اللي غير سامة؟ برضو نقطة مهمة يا أخوان، بحيث نحد من القتل الجار للأفاعي. الأفاعي السامة حركتها بطيئة، حركتها بطيئة. نعم نعم. نشاطها ليلي، نشاطها ليلي. نعم. بنهار بتثبت، تمشي بنهار ووقت ما يطلع عليها الفجر تثبت تحت حجر، تحت بلوكة، تحت كنباية، وين مكان يكون تثبت. طيب كيف الوقاية أبو أحمد من خطر هذه الأفعى؟ شفت أفعى لا تحاول تقربها. شفت أفعى ولا تستفزها، ولا تستفز الأفعى. الأفعى رغم خطورتها إلا أنها غير عدائية،